الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة هذا فصل كيت طوغا الثاني الثانوي سكول كينا أبو هريرة كسورة هذا مادة التربية الإسلامية قسم العقيدة قيبتي عقيدة ده أين بلوني عشر كيني كواد قيبت عقيدة كمدة وهو قال يا حكم من صب الله ورسوله أو صب ملائكته أو دينه أو الصحابة حكم كعيد إلهي عيدا سبحانه وتعالى فلقاديسة من رسول كيس عيدا أما رسول شردان ميت كم إذا عيدا من رسول كيس محمد عيدا أو صب الملائكة أما ملائكة إلهي عايا أما الدين تيس عايا أما الصحابة عايا ويو أركان تيسلام يا أركان الإيمان بكم بتاي أركان الإيمان كي حبي إيمان كو كتاقنا المقدمة ظهر واحد مغضي أردي على ألسنة البعض تدك قار كم إذا عربدو ذا أمر خطير أرهن آذو خطر بضن وقفك الدين تيسا حيرس ومنكر كبير منكر آدوين يحمان آدوين ألا وهو صب الله عز وجل هوي أرنك سوى إله إلا أفلقات ديو العاية سبحانه أو دينه هو أمد دين تيس العاية أو النبي صلى الله عليه وسلم محمد أم النبي جين محمد العاية وأصحاب الكرام صحابة دي شرفت بنا إلى كرامة بنا إلى قيمة بنا العاية رضي الله عنه أو ملائكتي أم العاية ملائكتي إلهي ملائكتي سه فيا أخي المسلم ولا أخي مسلم كاو الإيمان بالله لا إله إلا الرمية مبني واحد كل سنة على التعظيم وينين والجلال قدرني وينين للرب رب الوينين يا عز وجل ولا شك شككم اتشره أن صب الله سبحانه وتعالى عيد إله إلا عايا أمر رسولك سل عايا مدينتي سل عايا والاستهزاء إلا وجه استيصال وعيار الغد الليلة به دينته يناقض هذا التعظيم إن يبرين السوء أي ماشى خسار سوينين تا إن إلهي وقبنا إن إلهي وينين إنه إن لنا لا إله إلا الله إلى حق الله عبده ما إله كلمة شرو إن يبرين السوء قال لما رأي عيدا رب العاي وكذلك هو ساسو قال كولا من الله ريب 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 يشك كلمة شرو لا شك أن صب الله إلهي أفلق عديس عز وجل يعد لغتري أقبح وأشنع كوجحن أما وفولحن أنواع المكفرات نوعية قال لماذا القولية حق عربك اللي قالوا بالنوع وحوي وإذا كان الاستهزاء هتيا استهزاء ويا هاي استهزاء إن تكتش تسب الله إلهي كفرا قال لما هتيا إتاي سواء أنه قط سواء واسمه يستحل وقفها على عشرة لم يستحل أما يانو على عشرة فإن الصب عيد الله أفلق ديانا كفر وقال لهم وانا من باب اولى وقياس الاولى وحل الرجرو وبيكسي مضان تايبا ويقف كي تيستيس هذا الله تيستيس عربك كي يري ايال اللي هو قالوا بي محاضو مالين ساقفك عرب كيس كو السريح يكو عدي الهي عيدسي رسولك عيدسي اما الدين تعيدسي دين تعيدسي وكذلك وعصاصك لكم ملمدة وكذلك الساصك لا يكون وحن نغانا يصب الله او صب الرسول رسول كيس إن لعايا أنا وحلمي النقانة صاوم حكم صب الله حكم صب الله سبحانه عيد إله العاي بلا حكم نقانة ويو وقال لما يظنها فقد أوجب الله إلهي وواجبيه سبحانه وتعالى على الأمة المضى محبة النبي النبي ذين تعلاته وتعذيمين وينيس وتوقيره إن يتقدريان ونشرته النبي نين وقرقاران وتعزيزه النبي ناين عزينه يعني القوة تبي واحترامي إن إنه احترامنا وحفظ مقامي ترى تشذي مقام كي سين إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقد شرع الله تعالى إلى أيوة شرعية من العقوبة عقاب لمن عدي آذار ابت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الشيء بل الشرعية يحفظ إلى لنا مقام النبينا نبينا مقام كي سيد ترى تشذي ويردع كتشوتشين يوكع لنا من من صولت له نفسه إذا نفتي سوى قرحنا صامة قرحنا سوى ناتين سوى تجرر إنه كل يرضى على هذا المقام ترتشد هاسي نبي جينا وناكسن بالصب عيو لي ماتا أو الانتقاص أما النسقام أو الاستهزاء ما تشستيس تاسين هو كفر يقال لهم
ما معنى الصب؟ هذه اللي ويدي الصب معنيه سوى ما هو الكلام الذي وهذا الكي يقصد به لغة هذا الانتقاص نسقام والاستخفاف قرص إيه حسين، وهو ما يفهم من هو ويحل ويحل اللي فهمه بالصب عي منه الصب عي اللي فهم حقيسة في عقول الناس تدك مركع عقل جودة اللي عادوا على اختلاف اعتقالهم مركع اعتقاد كل الدول كلعن سيدا النعرشة والتقبيح تقبيح هي حمينته ونحوه ويحل لمده فقفين استعمالا لعن الله أما لعن كذا أما الصب واستعمالا أما التقبيح قبح الله وكذا يرينو على سقفين استعمالا وعي الله يقانو عقلهان يعرفهان تدكنا يقرنيان حتى يقوك العقل يدوان إن واحد سعيهي تاسي واحد نقول سا معناها الصب إيد كستيك سوف شنو واحد نقول يا النبي قول لي ما دا مدينة ولي ما دا قف إلهي عاية أما رسولك سعيهي أما الدين تعاية حكم صب الله أو صب الرسول وسب الدين حين نقول يقفك رسولك عاي أما إله يعفل غادي أما رسول كيسا عليه الصلاة والسلام أما الدين تينا كفر هو قالوا بيك هاسي ظاهرا طوشا أما كركا يوبادين انهوست وقلب قاب يقول ابن تيمية إمام ابن تيمية رحمه الله وحده إن من صب الله أو صب الرسول كفر قف قال وحوي عيد إله العاية من رسول كيسا العاية وقال لما ظاهرا حق الصري وقفكي قال قال بك نقول حق عرب كيس يوم وقال وعندما وقاك صبح قال لي موي وحوي وبعدين حق قلبي قال قال بك نقول وصواء واسك ميت كان الصاب كاعي هالنقض يعتقد ميت آمسا أن ذلك عرن كاس محرم منه حاري أو كان ما ويهي مستحيلا له ميت حلاشا يبقى أو كان ذاهي لأمام ميت موقعنا عن اعتقادي عرن تاسي هذا مذهب الفقهاء كاسوا مذهب الفقهاء هذا علماء ربنا يسوع وافقين النبي عاية عدي النبي عاية أما الرسول عاية مدينة عاية أما ملائكة أما إلهين قالوا به ولا سوى وافقين به الصائر أهل السنة أهل السنة دمانتوا القائلين كوا صلى بأن الإيمان إيمان قول وهذا اللي هو عمل وأجساس سوى وافقين ثم نقل وصل نقل إمامكو أقوال أئمة رحمه الله رحمهم الله ومنها وحكم من أقواش ابن تيمية صور نقلين أيوه علماء الكفر يسوافق قول الإمام أحمد رحمه الله من شتم النبي صلى الله عليه وسلم نك النبي جن عاية في القادة يقتل ولا دليل كفرا وذلك محايا لأنه إذا شتم هاتو عاية فقد ارتد واردوه وكبح يعني الإسلام دينتي ولا يشتم بالإمام أحمد مع عاية مسلم قف مسلم والله إله إلا الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيس محمد ما في القادة والأدلة على ذلك كثيرة أدلة إن تصنع القرآن في السنة وبضان تاي ومنها وحكم ذا إنه قال يا قف قد النبي عايا من دين تعايا وقوله تعالى بكم ذا إن الذين كوا يؤذون الربا يا الله إلهي ورسوله لعنهم الله إلهي سبحانه وتعالى وأن عضلي في الدنيا الدنيا والآخرة آخرة وعد لهم وأودياري عذابا عذاب مهينا وحانوا تشنايا أوليتا أويهانية والذين كوا يؤذون المؤمنين المؤمنين تدبا يا والمؤمنات بغير ما اكتسبوا وحاني كسبان كدبا إياه فقد احتملوا وحي حنبارتن كواس بهتان بين أبورة ديو وإثم دين مبينا عد فرق الله إلهي وكرسان عز وجل في الآية آية بين هذا الله ارتد إلهي لدبائي ورسولي وبين هذا المؤمنين والمؤمنات وكرساري مؤمنين تلدبستو فجعل وحكا على هذا أرقاس أنه احتمل إنه قف كاس حنبارتن قف مسلمين تدبائي بهتان بين أبورة ديو وإثم تم بمبينا عد وجعل على ذلك هارين غانا وحوجي إلي اللعنة نحريست اللغة فوقي يوقف في الدنيا الجيدة والآخرة وعد له وحود دياري العذاب المهين عذاب آد وحود الليه ومعلوم وحان الله يقانا أن أذى المؤمنين المؤمنين تدبستوه قد يكون نقون كرتو من كبائر الإثم الدنوب تواوي وفيه وحان كسوغان الجلد بقى كسوغان وحوجيين قفل للتشهد ليه هذو عيدا في لغادي أضمها إلى كمدة سيزينه وكراته كجنا وليس فوق ذلك أرجاسنا كما سريو جلدي إلا الكفر قال لما يو القتل مويا وقف إلى رسول كيس في لغادي كي من آدم كاف لغادي أدي لي جلدي على قشرة شهاد الله على قشرة حظ ما لين سقف إلى رسول كيس في لغادي استجنا وحوي وحلا قشرة يا استجنا ولا دليا معنى وكفر بل دليا ساس المركز كل دويا إن شاء الله تعالى عشر كذنبه.